مدام محاسن، الو. ايوه يا فندم، اهلا لو سمحتي بحضرتك. كنت بسأل الدكتور، انا عملت الغده وشلتها. ايوه بنتي بقى، بنتي دلوقتي متجوزه وعندها 30 سنه، وعندها حاجه و33 سنه، وخلفت عندها 3 اولاد. وجت فجأة الايام دي التهبت الغده، والتلاتة والنسبة بتاعت الغدة في التلاتة عالية. فراحت للدكتور أعطاها علاج للغدة وقالت لي أنا أحسن كده. مظبوط ولا لازم تعمل الغدة؟ بص حضرتك، انت قلتي التهاب، لو الكلمه دي صحيحه يبقى دي محتاجه علاج وليس عمليه. التهاب الغده الدرقيه ممكن يكون التهاب بكتيري او التهاب فيروسي او التهاب نتيجه الاوتو اميون، بنسميها حاجه مناعي، التهاب مناعي. في الثلاث حالات سواء بكتيري او فيروسي او مناعي نقول 99% ما بيحتاجوش الى جراحه وبيستجيبوا تماما للعلاج الطبي. طب في حاجة البكتيري في حاجة ده أنا اللي خممت كده، إنما هي النسبة عالية. راحت للدكتور، أصل بنتي في مصر وأنا هنا ومتابعها في التليفون، النسبة عالية. فما راحت للدكتور أعطاها علاج، جابت استجابت مع العلاج وبقت كويسة كده. مظبوط؟ ما هو اكيد مدام وديتيها للدكتور والدكتور بص يا قال مفيش علاج يخلي الورم بتاع الغده الدرقيه يخف. بالظبط. لا يمكن، لا يمكن اطلاقا. يعني ما دام حصل ورم، حصل تضخم، يبقى لا يمكن يخف. قلت التهاب، يبقى معاه شويه من الالم. الغده الدرقيه المؤلمه يبقى مع كده فيها التهاب سواء بكتيري او فيروسي او مناعي، بياخد علاج ويتصلح. نقول 99% ما بيحتاجوش، 1% بس اللي هم الالتهاب المناعي بيتطور شويه ويحصل تضخم، يمكن ساعتها يحتاج جراحه، لكن اذروايز ان شاء الله العلاج الطبي يكون نتيجه طيبه ان شاء الله. بنشكرك مدام محاسن. في حاجه مهمه جدا، الغده الدرقيه دي وراثيه صح؟ نقول مثلا بنسبه حوالي 30% بتمشي رانز ان فاميليز. هي ما نقولش وراثيه قوي، هي نتيجه انك عايشه في نفس الكوميونتي، نفس المناخ، بتاكل نفس الاكل. انت عارف الغده الدرقيه في اكلات معينه بتخليها تيجي اكتر، يعني الناس اللي بتاكل كتير قرنبيط والكرومب والخرشوف، دي من الحاجات اللي بتخلي الغده الدرقيه تكبر، ان هم بيخلوا اليود، بيقتلوا اليود الموجود جوه الجسم. الناس على الناس طب ايه ده معلومه مهمه جدا. الناس اللي عايشه في الواحات بعيد عن ميه البحر، ما بياكلوش سمك، بيحصل عندهم تضخم في الغده الدرقيه. فهي بتقول رانز ان فاميليز، بمعنى ان هي بتجري في الناس عشان هي عايشه تحت ظروف مناخيه، ظروف غذائيه عندهم ال عامل مشترك فيها. الوراثيه دي قليله شويه، الوراثيه بتكون نتيجه نوع من اضطراب الهرمونات، وبتؤدي اكثر الى نوع من الخمول الغده وليس الى زياده النشاط. زياده النشاط ده تبقى حاجه تانية بيحصل، او تضخم عادي او تضخم عنقودي بتحصل في السيدات. ليه بقى؟ ان هو اثناء الدوره الشهريه بيحصل اختلال في الهرمون بتاع الغده، مره يزيد ومره يقل، مره يزيد ومره يقل، في مره المرات يقل بطريقه معينه، تبتدي الغده تنشط وتبتدي تكبر عشان تعادل بحجمها الكبير الهرمون الناقص. عشان كده بقول بتحصل في اعظم اكتر في السيدات اكتر منه في الرجال. يا عيني على السيدات، السيدات يا عيني.